رح نحكي عن عالم الغذاء، نتعرف فيه على الأسباب المؤدية لفقر الدم، ما هي أنواعه، والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بفقر الدم، النمط الغذائي الوقائي لفقر الدم أكيد مع اختصاصية التغذية لما بنورة من جامعة ديتون. بدي أقول لك صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. صباح الصحة. صباح يسعد صباحك، ومثل ما قالت فرح صباح الصحة وصباح أكيد النشاط، كل حدا أكيد عم يتابعنا. بالبداية بدنا نحكي عن موضوع نحن فقر الدم، خلينا نتعرف على أسبابه. مثل المريضة بتقول أنا معي فقر دم، طيب شو عرفك أنه معك فقر دم؟ خلينا نعرف الأسباب وبالبداية نتعرف عنه. تمام. هلأ فقر الدم هو له كتير أنواع، يعني مو بس نحن اليوم رح نحكي عن فقر الدم بسبب نقص الحديد، بس فقر الدم بيسوى يكون بسبب نقص فيتامين بي 6، بي 12، الفوليك أسيد، الفيتامين سي، فيتامين إي، وإذا واحد عنده سوء تغذية بالأساس. هلأ ما رح أفوت فيهم بالتفصيل لأنه بس حبيت أنه موه ما بس فقط فقر الدم بسبب نقص الحديد. رح نعرف اليوم بس شو هو فقر الدم بسبب نقص الحديد. هو من اسمه أنه ناقص عنا حديد، والحديد بيدخل بتركيب بصناعة الهيموغلوبين اللي هو بروتين الدم، الخلايا الدم الحمراء. فإذا كان ناقص الحديد حكما رح تكون عنا إنتاج الهيموغلوبين اللي هو بروتين الدم ناقص، بالتالي رح يكون عنا عدد كريات أقل، حجمهم أصغر، لونهم أفتح. هذا السبب. بس هو فقر الدم بيصير لأنه بيقل مخزون الحديد. في يعني مو حيلا واحد ناقص عنده الخضاب بالدم يعني معناتها صار هو مريض فقر دم، لا. وقت اللي بيكون عنده نقص بمخزون الفيريتين، اسمه نقص بمخزون الحديد، بيصير عنده فقر دم. ساعتها الناقلات الترانسفيرين اللي هن اللي بينقلوا الحديد حسب للمكان اللي هو بحاجه له بيزيدوا، لانه كثير حلوه هي الاليه. نحن وقت اللي بينقص عنا الحديد بتزيد الناقلات الحديد لحتى نوع من التعويض، يعني وين ما بيلاقي حديد لحتى جهاز الهضم يمتصه. بالتالي يعني وقت بيقل المخزون بتزيد ناقلات الحديد، بقل صناعة الهيموغلوبين، هون صار فيني شخص انه في فقر دم. هلأ ذكرتي أسبابه سمر؟ أسبابه عديدة، انه بسبب بكل بساطة نحن عم نفقد دم. السيدات أكثر عرضة هن ينصابوا بفقر الدم. أصلاً أنا حابة بس هون أعطي معلومة صغيرة، إنه كل شيء الفيتامينات والمعادن النشويات الدهون والبروتينات الرجال بحاجة فيها أكثر كميات من النساء، ما عدا الحديد. الحديد النساء بحاجة ل 18 ميلي جرام باليوم بينما الرجال 10. ليش؟ لأنه نحن منتعرض للدورة الشهرية، فإذا معناتها معرضين أكثر يصير عنا فقر دم. وهو فقر الدم مرض شائع بالعالم كله، يعني أكثر من 2 بليون شخص مصابين بفقر الدم، أغلبيتهم النساء، أغلبيتهم الحوامل والأطفال. احتمال واحد يكون عم بينزف بكل بساطة، عنده مثلا مرض بالجهاز الهضمي، عنده تقرحات نازفة، لأي سبب يكون في حالة نزيف، تعرض لحادث إلى آخره، عم بيفقد دم. الحوامل هن المعرضات أكثر لفقر الدم لأنه في جنين عم يتكون ببطنهم، فبالتالي هالجنين هيك الطبيب يوصف لهم تماما الفيتامينات والحديد. حتى إذا بتقري على البرينيتال فيتامين اللي بيوصفها الطبيب بتلاقي الحديد فيها 28 ميلي جرام 27، بكل بساطة لأنه هو بحاجة لنص كمية اللي بحاجتها للأم. يعني إذا الأم بحاجة 18 نصهم 9، 9 و 18 وصلنا 27 28. فكمان الحوامل، الأشخاص كمان إذا عندهم مرض ما بالجهاز الهضمي، تنقول عندهم قرحة بال أي مكان بالجهاز الهضمي لسبب ما، حمض الكلور خفيف عندهم، إما سبب دوائي الطبيب واصف لهم أنه ياخدوا أدوية بتخفض لهم إنتاج حمض الكلور. حمض الكلور أنا بوصفه مثل المكواية، البروتين اللي هي المصادر الغنية للحديد موجودة بالبروتينات، إما نباتية أو حيوانية، بتكون مجعلكة مثل واحد هيك مجعلك شغلة، فليفردها ليطلع منها الحديد بحاجة لحمض الكلور اللي هو بيشتغل مثل المكواية، أنا هيك بشبهها. وقت الفردتها أنا صار الأنزيمات أسهل تطلع، يعني تكسر هالبروتين لتطلع منه الحديد. فإذا حمض الكلور كان نسبته قليلة بالمعدة، بالتالي رح يكون في استقلاب أضعف للحديد، ما رح يتم استخراج الحديد بكمية كافية من هالبروتين اللي نحن عم ناخده بنظامنا الغذائي. كمان احتمال في أشخاص اللي بيتعرضوا لأصابة
قسم من الامعاء الدقيقه اللي عم بيعملوا اللي بيكونوا بدينين. اكيد عم بيعملوا قص معدة، عم بيصيبهم فقر دم فورا بشكل تمام. يعني بشكل فوري تمام ليحصلوا على جسم رشيق، عم بيصيب معهم فقر بتعرضوا. دم وبس كثير عم يستوى ليتعالجوا من فقر الدم، يعني عم تاخذ فتره كثير طويله. شو كمان ممكن ناخذ علاج للي عاملين عمليه بما انه منتشره بشكل كثير كبير؟ انه بدنا نصيحه لهم انه كمان يتعالجوا بفتره اسرع. تمام. الاشخاص اللي انا بنصح هلا على التلفزيون بنصح ما حدا يعمل قص معده او باي باس الا اذا البي ام اي عنده فوق ال 40. مسموح ينعمل اذا البي ام اي عنده البادي ماس اندكس كتله الجسم فوق ال 35 في حال عنده امراض مزمنه. يعني مو حيلا حدا جاي على باله يعمل قص معده والله لانه هو عنده شراهه على الاكل يروح يعمل قص معده، كثير لها مخاطر. منها فقر الدم، منها رح يتعرض لنقص كالسيوم بالتالي ترقق عظم، نقص فيتامين بي 12، بي 12 موصول بالفوليك اسيد، اذا نقص هذا رح ينقص هذا، يعني مشاكله عديده. هلا الاطباء الحمد لله يعني في عدد منيح من الاطباء بيعطوا ورقه ارشادات للمريض، حتى انا بالمشفى المرضى اللي بيكونوا عاملين قص معده بقول لهم انه سالوا الطبيب ذكروه يعطيكم ورقه الارشادات، وانا شخصيا عامله ورقه ارشادات كمان بعطيها، بضمن هالورقه الارشادات بركز على فقر الدم لانه رح يتعرضوا لفقر دم. فلانه مكان امتصاص الحديد معدن الحديد بالقسم اللي للاسف اللي راح ينعمل له باي باس او راح ينقص تمام، فانا بدي اعوض بمصادر ثانيه. الاشخاص كمان الاكثر عرضه ليصير عندهم فقر دم هن اللي بياخذوا ادويه مثل ما ذكرنا مضادات حموضه مميعات لانه اكثر عرضه ليصير عندهم نزيف مثلا، مضادات تخسر من هدول الأشخاص. فإذا حكينا عن الحمل، عن النظام الغذائي الفقير بالحديد، حكينا أنه في العمليات تماماً في شيء بالجهاز الهضمي والنساء خلينا نحكي أكثر عن الأعراض كمان، كيف الوحدة بتقدر تحس أوقات يمكن مثل ما منقول بالعامية أنه بتلحق حالة بتحس بأعراض بتروح تعمل يمكن تحليل بتكتشف فقر الدم بشكل مبكر بتبدأ بمسألة التعويض. تمام. هلأ عند النساء لازم يكون الخضاب بين 12 ل 16 أو 16 ونص، عند الرجال 13 ونص ل 17 ونص. في حال كان شوي اقل يعني شيء ما بنخاف منه. هلا كنا عم نحكي انه احتمال انا مارقه بفتره ما عم باكل منيح مو معناتها انا دغري صار عندي فقر دم، يمكن مايلد يعني خفيف بس رح يرجع يتعوض لانه رح هي فتره انا عم بمرق فيها. بس وقت اللي بينزل الخضاب لتحت الثمانية هون صار في يعني ناقص الخطر. تماما ناقص الخطر، عم دور عليها للكلمه هون. فورا فورا لازم يعني استشاره الطبيب، وحتى قبل يعني بس يكون تنقول بين الثمانية للعشرة يفضل فورا استشاره الطبيب. انا من الاشخاص بعمل فحوصات دوريه وقت بلاحظ في خلل دغري بستشير طبيب. من الاعراض هي بروده بالاطراف بالايدين والاجرين، ضيق بالنفس، عدم القدرة على مقاومة الأمراض، شحوب البشرة كمان شحوب البشرة فوراً. العين هون إذا قلبتي العين بتلاقيها فاتحة، ضفير مكسرة، هر الشعر، التدي النفس، بيصير واحد بحس عنده وجع بالصدر، وجع باللسان أو التهاب باللسان، كتير له صعاب، صداع غير صداع مبرر. القلب ساعتها بيعمل هو ليضخ دم أكتر لأنه صار في نقص أكسجين تماماً. عم عرض هي في حال تقدمت الحاله يعني بالحالات المزمنه، عم عرض القلب انه هي عضله وقت اللي بيشتغل اكثر رح تتضخم هالعضله، احتمال بمراحل كثير متقدمه اوصل لقصور قلب. يعني انا فانه هو مرض شائع منتشر بدي داري اعراضه كثير يعني واضحه. بس هلا مثلا كنا عم نحكي انه انا عندي ضيق نفس، بس عندي ضيق نفس سببه الفوبيا، مو معناتها انا اذا عندي ضيق نفس معناتها عندي نقص. لا هي تقريبا كل الاعراض بتظهر مع بعضها، يعني انه الوحده بتصير بتدوخ اذا غير مبرره. اذا غير مبرره بصير في شحوب بتدوخ صداع، يعني صداع وكذا، لانه انا كان معي فقر دم وبعدين صرت اخذ الحديد. تمام. بس اخذت الحديد يعني راحت اختفت اكيد راح فقر الدم، بس بنفس الوقت كثير بيزود الوزن، يعني بيصير في كمان انه بتنفتح نفسيتك على الاكل وبيزيد وزنك بشكل كثير كبير عن جد. فبدنا كمان طيب لا انا بدي صحح بس هون معلومه، لا هو ما له علاقه الحديد بزياده الوزن، بس هو كان عندك الاستقلاب ضعيف وقت اللي بتكتمل العناصر الغذائيه كلها، يعني ناقصك جسمك بطل ناقص شيء بصير الاستقلاب جيد، فانت صار انه استقلاب الطعام عندك جيد وصرت عم باكل منيح. طيب صرت اكل اكثر
من العادة وأنا عم باخد حب فقر الدم، فصرت عم باكل أكثر من العادة وأكيد زاد وزني، بعدين أنا لحالي وقفت الدواء والحمد لله بس طلعت. بس بدك تاخدي أطعمة اللي هلا رح نحكي عنها اللي هي غنية أوكي. بالحديد. أوكي. حكيتي شغلة كمان أنا لازم ضوي عليها، الحديد هو بيعمل واحد من أعماله كمساعد انزيم لانزيمات بتدخل بصناعه الاحماض الامينيه، بعض الاحماض الامينيه، بعض الهرمونات، الكولاجين والنواقل العصبيه. يعني انا وقت اللي بيكون عندي ناقص الحديد بيقل التركيز عندي، بنشوفه عند اطفال المدارس ما بقى لهم مروه، ما بيقدروا يناموا، هن بيحسوا بوهن وكسل بس ما بيناموا منيح، ما عندهم قدره على الابداع، على التفكير، على حل مساله رياضيه، على رسم، فكتير كتير بيلعب دور سلبي للاسف عند التلاميذ. مشان هيك يعني المعلمات او الاهالي اذا لاحظوا قله تركيز عند الولد او الطفل او شحوب او في شيء غلط يعني يا ريت دغري يستشيروا طبيب. نعم، خلينا نحكي بشكل تفصيلي عن الاغذيه يلي بتساهم بدعم الحديد بجسمنا، كيف بتنصحي يكون نظامنا الغذائي؟ تمام، النظام الغذائي لازم تبلش فيه المراه الحامل لانه قلنا هي اكثر عرضه للاصابه بفقر الدم. إذا هي كان عندها فقر دم، الطفل هو أبدى منها، فالطفل رح ياخد حديد، ولكن هو بتعرفوا أنتوا الطفل بياخد مخزون حديد من والدته بكفيه من 4 لـ6 شهور، لأنه هو اعتماده بهال4 لـ6 شهور عم بيكون من حليب الأم فقط أو حليب صناعي اللي هو فقير بالحديد إلا إذا كان مدعم. فبالتالي أنا بدي انتبه على هالحالة، لأنه السيدة اللي بيكون عندها فقر دم بتولد قبل وقتها، بيجي البيبي حجمه ضعيف تماما، بيصير عندها مشاكل بالولادة كمان. فإذا هلا رح أحكي عن المصادر الغنية بالحديد، بس حابة كمان أقول النباتيين هن عرضة للإصابة بفقر الدم. ليش؟ هلا في حديد بالمصادر النباتية مثل البقوليات، البذور، الحبوب الكاملة، بس الحديد اللي بناخده من المصادر الحيوانية هو أحسن امتصاصه بالجسم، فبالتالي النباتيين معرضين ليصير عندهم فقر دم. الصبايا المراهقات بتعرفي الصبية بدها تحافظ على جمالها ووزنها وإلى آخره، ما بتاكل، بالإضافة ليصير لأنه هي عندها كمان الدورة الشهرية فهي رح تتعرض لفقر دم. واللي بيتبرعوا بالدم برافو، كتير منيح أنه نحن نتبرع بالدم، بس ننتبه مقابل كل 500 ميلي لتر نحن عم نتبرع فيه بالدم عم نخسر 2.5 ميلي جرام من الحديد، فننتبه على مخزون الحديد. يعني قبل ما نتبرع بالدم نكون فحصين مخزون الحديد، إذا منيح عالي فينا نتبرع بالدم. الأطعمة اللي هي أكيد كل المشاهدين ناطرين يعرفوا شو هي الأطعمة، البقوليات غنية بالبروتينات النباتية، الفواكه المجففة، هي عم بحكي بلشت تمام عم بحكي بلشت فيها للأشخاص اللي نباتيين. الفواكه المجففة غنية، يعني الزبيب، التين المجفف، المشمش المجفف، كتير غنايا بالحديد. ولكن أهم مصدر للحديد هو المصادر الحيوانية، اللحمة، جاج، سمك، اللي بدكم اياه، بيض فيه بالصفار يعني كمية مقبولة من الحديد. بس اللي بنصحه للنباتيين، أنا بدي أعطي هون شوي معلومة لينتبهوا يراقبوا حالهم، المصادر الحيوانية فيها نوعين من الحديد، نوع اسمه هيم ونوع اسمه نون هيم. بالمصادر الحيوانية كمان في شيء اسمه بيبتايد اسمه MFP بيساعد على امتصاص النون هيم. المصادر النباتية فيها فقط النون هيم، ما فيها شيء يساعدني على امتصاصه، مشان هيك انا امتصاصي للحديد من المصادر النباتية كتير قليل. بدي مثبتات هلا رح احكي عنها. فكتير ضروري انا مثلا نحن اكلاتنا الشامية او السورية، خليني اقولها مثلا فاصوليا بلحمة ممتازة، اللحمة فيها الهيم والنون هيم وفيها البيبتايد الام اف بي اللي هو بيساعدني على امتصاص النون هيم، الهيم جسمي قادر يمتصه، بس النون هيم موجود باللحمة وكمان بالبقوليات، والام اف بي بيقوم بيساعدني هذا الام اف بي استخدم امتص النون هيم اللي موجود بالبقوليات والموجود كمان بالمصادر الحيوانية. فنحن هالمزيج عندنا بطعامنا السوري ممتاز ممتاز. في اكلات كثير طيبه نحن بناكلها كمان بمطبخنا السوري، الاكلات اللي بلبن، يعني اطيب اكلات، اطيب اكلات كثير طيبين، كوسه بلبن، شاكريه، شو اللي فيها داوود باشا المهم الاكلات اللي بلبن وفيها لحمه.
قديشها طيبة وقديشها مغذية، لأنه نحن شو عم نفكر؟ عم ناخد لبن مصدر مهم للكالسيوم، اللي هو حتى أحسن من الحليب للكالسيوم، واللحمة اللي هي المصدر الحيواني للحديد، ممتازين، ولكن للأسف اثنيناتهم معادن وبيغاروا من بعضهم، فبيقوم الكالسيوم بيمنع امتصاص الحديد بنسبة قد تصل إلى 50%، فنحن ما بنكون استفدنا بكمية كافية اللي نحن مفكرينها. هلا الحمد لله أنه نحن ما بناكل هدول الأكلات على صعيد يومي، يمكن بتمرق لها مرة بالأسبوع مرتين بالأسبوع مو أكتر. ضروري ناكلها طيبة كتير، أنا من الأشخاص اللي كتير بحبها، بس كوني بعرف هالمعلومة يعني بجرب أنه ما تكون بطريقة أسبوعية، يعني مرة بالشهر معلي. نصايح كتير أخذناها وتعلمناها نحن وكل حدا عم بيتابعنا، كتير يعني مرق الوقت معك بسرعة كتير كبيرة، وأكيد بنشوفك بحلقات قادمة، وبتشكرك على كل نصيحة وكل كلمة قلتيها. بالتوفيق. شكرا لك، ونتمنى من جميع الأشخاص يقوموا بفحص دوري لحتى يطمنوا على صحتهم، وإذا في نقص حديد أو نقص أي نوع من الفيتامين وقتها بيلحقوا حالهم. شكرا لك. أهلا وسهلا فيكم. ميرسي.